فأعتقد إن ما تم في خلال ال7 سنوات ببناء مصر في خلال هذه الفترة القصيرة جدا بكل تخصصاتها، كان لابد وحتما إحنا بمجرد ما استشعرنا إن هناك نوع من تطوير مجمع التحرير اللي كانت مديرية شباب الرياضة متواجدة فيه منذ إنشاء مديرية شباب الرياضة بالقاهرة، فلابد إن يتم إخلاء المجمع من كل الهيئات الحكومية لتطويره، وتطويره بالشكل اللي يتلائم مع الجمهورية الجديدة. فكان لابد إن يكون هناك تفكير جدي، إن يكون هناك كيان لديوان عام مديرية شباب الرياضة بالقاهرة العاصمة، ويتلائم ويتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتواكب ويتلائم مع هيئاتها المتميزة على مستوى يمكن العالم. يمكن تخصيص سيادة رئيس الوزراء لديوان عام مديرية يكون موجود في شباب زينهم أو في منطقة تعتبر السيدة نفيسة في ست العلوم، في مكان النهاردة في مكان حضري، في مكان النهاردة كلنا بنشهده اللي هو منطقة الفسطاط الجديدة عند المتحف الحضاري. كل الكلام ده كله في ديوان عام المديرية، أعتقد ده كان لابد إن احنا نبنيه بشكل يتلائم مع هذا المناخ وهذا التطوير. ويمكن يسعدنا ان اللي دعمنا في وساعدنا في ان احنا ننشئ هذا المكان هو الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي بالفعل بمجرد ما تم العرض ان احنا محتاجين ان ننشئ هذا الديوان على طول ادى توجيهاته، ادى تعليماته بان يتم توفير السبل الماليه ويتم انشاؤه بطراز يتماشى مع الوضع اللي هو تطوير المنطقه الفسطاط والمنطقه الحضريه اللي بتجمع كل ملوكنا وكل أثارنا في مكان متحضر هي منطقة الفسطاط. وزارة لسيادة الرئيس يمكن ندى بيها، وإن وزارة الشباب بتتبناها زي النهاردة الرياضة حياة أو سلوك حياة، وطبعا درجتك صحتك، واللي فعلا وجه السيد الرئيس إن يكون هناك طريق آمن ومستقر لممارسة كل طوائف الوطن بالكامل وخاصة في العاصمة، واختار العاصمة والمنطقة الشرقية تكون هي البداية الحقيقية لل27 محافظة، واللي في الفعل ادى توجيهاته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب مع السيد اللواء خالد عبد العال، وتم افتتاح هذا الطريق اللي كلنا افتخرنا به وهو طريق شيزو أبي، اللي هو بقى طريق آمن ومستمر لممارسة الدراجة. وأصبحت الدراجة النهاردة بقت أسلوب حياة فعلية، الناس كلها بدأت النهاردة فعلا تحس بيها، ومش كده وبس، وبدأنا نحن كمان مع الجهات الأمنية يبقى هناك نوع من توفير هذا المكان مستمر كل يوم جمعة من الساعة 9 أو من الساعة 7 لغاية الساعة 10، مفيش أي سيارة بتمر في هذا المكان لممارسة كل الطوائف الشعب بالكامل للدراجة. دي من ضمن المبادرات اللي هي الدراجة طبعا أسلوب حياة، الرياضة أسلوب حياة، واللي كلنا النهارده بنمارسها في كل مراكزنا في الصباح، ودي من ضمن المبادرات. والمبادره الاخرى هي جمل مدينتك، اللي فعلا كان يجب علينا كلنا ان احنا نجمل محافظتنا ونجمل شوارعنا ونجمل مراكزنا، والحمد لله يمكن المبادره ديت لقت نوع من الاهتمام، لان بالفعل في هذه الفتره احنا اشتغلنا في هذه المبادره لمده 30 يوم، وتواكبت هذه الفتره مع نقل الموميات من المتحف المصري للمتحف الحضاري لمنطقة الفسطاط. وكانت الشباب والرياضة كان لها دور كبير جدا في تجميل جميع الشوارع بهذه المناسبة العريقة، وكان معالي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كان مهتم اهتمام بالغ بشبابنا، ولقى بالفعل ان في جدية في تنفيذ هذه المهام الوطنية، ودي كانت بتبرز لشبابنا وشاباتنا وفتياتنا وكل الطوائف بتاعتنا الانتماء. نظف جمل مدينتك. المرأة بيعتقد في وجهة نظري وفي وجهة نظرك حتى ست رئيس وكل المصريين هي تاج على رؤوس كل المصريين. واعتقد ان المرأة المصرية يمكن احنا احتفلنا من ضمن المحافظات ال27 بتوجيه الدكتور اشرف، وهو كيفية عمل ماراثون مشي في العيد العالمي للمرأة المصرية، ونقول لكل انحاء العالم ان كل الفتيات بتحتفل بالعيد العالمي للمرأة المصرية، وبنقول لها متشكرين جدا على ما تقدميه من مساعدة للدولة المصرية. لم نجد إلا كل دعم
من الام المصريه ومن الفتاه المصريه. وده اللي حصل عندما اتخطفت الجمهوريه المصريه في 2011، استطعنا بكل غداره ان تنزل الام المصريه والفتاه المصريه الى الشوارع في 30 يونيو 2013، ودول مصر للمصريين. هي اللي بالفعل شجعت كل طائف الشعب المصري بالنزول، هي اللي دائما كانت بتتقدم في كل انحاء الجمهوريه لكي تعطي الامل والسلامه والطمانينه للشعب المصري. وكانت لافته العالم كله اعتبر ان الام المصريه فعلا هي ام الدنيا كلها مصر، وعشان كده مصر تحتضن العالم كله من خلال الدفء اللي كلنا بنحسه مع امنا. وبالتالي احنا بنقول ان بالفعل ما تقدمه الدوله المصريه من تمكين المراه، ما تقدمه الرئاسه من تفعيل دور المراه سواء على المجلس النيابي او الشيوخ او حتى في الانتخاب او في التعيين، فده حق اصيل للمراه المصريه. تمكين المراه المصريه كوزراء كلنا بنشهد لهم بالكفاءه العاليه، بالحنكه في الاسلوب وفي الاداء، كل ده بيؤكد ان بالفعل احنا كدوله واحنا كشباب ورياضه مهتمين. عندنا كل المشروعات بتاعتنا اللي بتتميز هي فيها الفتاه والمراه المصريه. احنا عندنا استراتيجيه، استراتيجيتنا واضحه ان احنا نشتغل في كل المجالات. النهارده بنتكلم النهارده التكوين المهني ده موجود في القاهره فقط، عندنا 5 مراكز تكوين مهني تتمثل في الساحل وفي الاماريه وفي روض الفرج، تتمثل في الخليفه وبتتمثل في المنيا. كل هذه الاماكن المتوفره واللي تطورت زي الساحل والاماريه على مستوى يتلائم ويتناغم مع الجهود المصريه في كيفيه رفع المعاناه عن الست المعيله، وان نوفر وسائل وسبل النهارده التشغيل الفعلي اليدوي من خلال الصناعه اليدويه والحرفيه، ويبقى النهارده موجودين اماكن تستطيع ان تستوعب هؤلاء من خلال ورش عمل توفرها الوزاره، توفرها المديريه، امكانيات ماديه، امكانيات تعليميه في كل المجالات، سواء الحياكه، سواء التفصيل، سواء النجاره، سواء الحداده، سواء الدهانات. النهارده احنا بنتكلم ان عندنا في مركز الشباب الاماريه تكوين مهني على مستوى راقي جدا، بيتكلم على تخصصات مختلفه، عن الكمبيوتر، عن الموبايلات، على كيفيه التطوير التكنولوجي على مستوى عالي جدا. وان شاء الله باذن الله احنا يوم 27 المفترض 3 هيتم افتتاح الاماريه بكل جوانحها من خلال الوزير ومن خلال السيد المحافظ عشان للوقوف، بخلاف ان هناك ان شاء الله باذن الله الوزير اداني توجيهات هيبقى في تعاون ما بيننا وما بين المجتمع المدني ان احنا ازاي نطور من هذه الاماكن ونرفع من شانها لخدمه المجتمع المدني ولخدمه ابنائنا ومن خدمه سيداتنا اللي هم بيعولوا في بيوتهم، وازاي بقدر الامكان نحاول نساهم في تقليل من البطاله المقنعه، ويبقى النهارده عندنا فعلا دوله منتجه، ويبقى فعلا الشباب والرياضه دخل في المساهمه في الصناعه وفي الابتكارات. مش كده وبس، وكمان المعارض اللي بالفعل دائمه وهتبقى دائمة موجوده بصفه دائمه، وفي نفس الوقت زي كيفيه التسويق على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. العاصمة المصرية القاهرة في خلال عام إنجازات وطفرات تنموية غير مسبوقة، أصبح لمدرسة مديرية الشباب والرياضة مبنى مستقل الآن موجود بمنطقة زينهم خلف مركز شباب زينهم، مبنى يجمع أسرة الشباب والرياضة بالعاصمة في شكل تجمع إداري يكون كيان لأسرة الشباب والرياضة بالعاصمة. بنشكر معالي الوزير، بنشكر معالي المحافظ، بنشكر الدكتور سيد حسين إن هذا المبنى تم إنجازه في هنقول يعني شهور قليلة للغاية، يعتبر حدث وانجاز غير مسبوق. ان شاء الله هتتم جوله تفقديه لمعالي الوزير سيتم متابعتها من خلال الاعلام المصري، ونشكر حضراتكم ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه ستكون هناك جوله، هنقول الجوله الرابعه، وجولات لا تنتهي لمعالي الوزير خلال هذا الشهر، خلال شهر مارس مع نهايه الشهر سيكون هناك اعمال تطوير وافتتاحات واضافات جديده سيفصح عنها في حينه، ولكن ما تم من تطوير على ارض القاهره وما تم من اعمال كفاءه رفع كفاءه مراكز الشباب وحمامات للسباحه وانشاء مباني اداريه وتطوير ملاعب وصالات للانشطه ومشاركات بالرغم من وجود فيروس كورونا، الا ان مديريه الشباب كان لها دور وسبق ولها دور مجتمعي في بالتعاون مع مديريه الشؤون الصحيه لتقديم خدمه تيسيرا على المواطنين بدعم وتوجيهات سياده المحافظ وسياده الوزير ان تكون مراكز الشباب مفتوحه.
امام المواطنين، لان مركز الشباب داخل كل حي. احنا لدينا اكثر من 75 مركز شباب على مستوى القاهره، هذه المراكز موجوده داخل كل حي، فبنسهل على الساده المواطنين. وكان هناك دور يعني وتعاون مع مديريه الشؤون الصحيه من خلال مراكز الشباب لكي نقدم الخدمه ونيسر على الساده المواطنين، وفتحت مراكز الشباب بالفعل لتلقي اعمال الجرعه الخاصه بالتطعيم ضد فيروس كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا المستجد. المشهد كان قوي جدا، بنقول مراكز الشباب مفتوحه للجميع. مراكز الشباب ليست قاصره على النشاط الرياضيه، ولكن لها دور مجتمعي للفتاه والمراه، وانديه الفتاه والمراه يعني عددها داخل موجود داخل داخل كل مركز شباب. هناك نادي الفتاة والمرأة يستثمر طاقتها، كل ما لديه فكرة في الخياطة، في التريكو، في التفصيل، في المشغولات الجلدية. أي سيدة فاضلة أو ابن عايز يتعلم حاجة، أندية الفتاة والمرأة بتعلم بالإضافة لمراكز التكوين المهني. مراكز التكوين المهني بنستعين بها من خلالها، من خلال رواد ومتخصصين ومجال للتدريب، الإدارة العامة للشباب جهود يعني متواصلة على مدار الساعة، والإدارة العامة للتدريب بنستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات لكي نرفع الكفاءة ونؤكد على مهارة العمل اليدوي. وبالتأكيد هناك مشغولات تمت بالفعل من شغل النحاس، شغل تريكو، أعمال تفصيل وغيرها من منتجات جلدية وإكسسوارات حريمي. وفي بعض يعني متخصصين علموا السيدات يعني صناعه الاكسسوار والبرفانات، وبالاضافه الى اعمال المنظفات وكل ما هو متعلق بالاسره المصريه، بحيث ان المراه المصريه والمراه القاهريه من داخل مراكز الشباب ومراكز التكوين المهني تتحول الى طاقه منتجه تستثمر طاقتها وابداعاتها لكي تخدم نفسها ولا تكون عبء على اسرتها، بل بالعكس تخدم نفسها وتخدم اسرتها وتخدم البيئه المحيطه بها. النهارده عايز اقول ان الدور الاعلامي داخل مراكز الشباب دور متواصل على مدار الساعه بدعم الهيئه الوطنيه للاعلام والتلفزيون المصري وكافه القنوات الداعمه والاذاعه والمواقع الالكترونيه وكافه الصحف، لكي ننقل كل ما هو ايجابي يقدم صوره ايجابيه عما يحدث في مصر. ما يتم تقديمه يؤكد الرياده، تقديم رسالة رياضية حتى لا يكون هناك فجوة بين ما يقدم عالميا وبين ما يتم في مصر. ما يتم في مصر يخضع لأساليب ومنهج علمي، هذا المنهج العلمي يؤكد ريادة الدولة أنها لا تعمل بعشوائية ولكنها تقهر العشوائية، تقهر عشوائية البناء، تقهر كل ما هو عشوائي لكي نقدم صورة حضارية تشرق مع شمس مصر الجديدة التي نعيش فيها وتتغير يوم بعد يوم لكي تقدم صورة حقيقية جميلة يستحقها المواطن المصري. شكرا لقيادتنا السياسية، شكرا لوزارة الشباب، مراكز الشباب على مستوى القاهرة في خدمة الجميع، مراكز الشباب للجميع لكي تقدم صورة حقيقية إيجابية للجميع لكي يتكامل دورها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني منها المسجد والمدرسة والكنيسة والمدرسة والمعهد والجامعة كمؤسسات ترعى النشوة الشباب لكي تقدم مواطن يليق بها أن يقود ويكون قائدا في مجال عمله، يقدم صورة حقيقية عن صورة مصر الحقيقية، مصر الحضارات، مصر مجمع الأديان.